وبوقتها حنحكي إن شاء الله. محاضرتنا إن شاء الله هي الـ most important points for radiology. These are the most important objectives application of radiology for clinical sciences. تكنيك بشكل سريع راح نحكي عنها، يعني مو كلش أنتو يعني التفاصيل تحتاجوها بشكل عام. الـ referring أو requesting of patient. نجي بعدين الاكس راي فيزيكس ام شورت هيم نحكي عنها. اخر اثنين اللي هو الاناتوميكال ريليفنت انتربريتيشن اند ابروتش تو لانج ديزيز، هذين اهم نقطتين اللي راح نحكي عنهم. طبعا وسم امبورتنت امرجنسي كونديشن، هذه اللي هي موست كومنلي سين باي امرجنسي ديبارتمنت. بداية radiology imaging is a central important clinical branch for other branches of medicine اللي تشمل يعني الريفيرنج راح يجيكم من المديسن من الانستيزيا السيرجري. طبعا المديسن يشمل also البيدياتريشن والسيرجري اللي هو جايني او بستريك، ايضا الاونكولوجي. All departments need diagnostic information for patients, so we should all patients know details for their condition prior to imaging and interpretation. يعني the clinical note الكلينيكال نوتس اللي تجينا from patients، هذه يعني في المثال الديتيلز اللي نحتاجها. طبعا يذكر لنا الديبارتمنت، يذكر لنا المودالتي اللي يريدها، مثلا ام ار اي، ممكن سي تي سكان، ممكن الترا ساوند، دوبلر. زين وفد كلينيكال انفورميشن، وي شود هاف ات ليست بيسك انفورميشن اوف ايتش بيشنت، يعني النيم، الايج، الجندر، البريفنج فور كلينيكال سيمتوم. هذه كلش مهمه. ليش؟ لان سم imaging فايندينج، يعني ان تشست اكس راي من نشوف اوباسيتي بدون كلينيكال انفورميشن، ات ماي ريزمبل تيومر اور انفكشن انفلاميشن. يعني بدون ما نشوف المريض او نعرف عن الهيستوري مالته، وحتى دايركت اكزامينيشن فور بيشنت مو فقط للاشعه، كلينيكال بوينتس وود بي ميست. فا اولويز اولويز يعني ديبند اون دايركت كلينيكال كونتاكت ويز بيشنت. طبعا مو خلال الظروف الحاليه اللي هي ظروف البانديميك مال الفايرال انفكشن، يعني نحاول نقلل بهالفتره هذه. زين هسه احنا غالبيه شغلنا اللي هو الاكس راي، الاكس راي فيزيكس. مثل ما تشوفون احنا البيشنت ويل ستاند بتوين تو امبورتنت اباريتس. الفيرست وان هو الاكس راي تيوب اللي هو على الاند اوف ذا ارم، السي ارم، هذا اللي هو كونفكس، هذا السورس اوف راديشن. احنا قسم من الايمجينج موداليتيز بها other side of harmful effect اللي هو ionizing radiation. يعني there is a harmful effect for some imaging modality خصوصا الاكس-راي والسي-تي سكان to less extent radioisotope، بينما other modalities like MRI magnetic resonance imaging أو ultrasound هذني non-ionizing radiation ما بيها. regarding الاكس-راي عندنا source of x-ray وعندنا الديتكتر او الريسيفر اللي يطلع لنا الامج اللي هو
اللي adjacent للبيشنت، اللي away from the patient هذا الاكس راي اللي نحاول قدر الامكان يعني نخليه ابعد ما يكون للمريض، واللي اقرب للبيشنت هو الامج ريسبتر، قد تكون بشكل فيلم، قد تكون بشكل كمبيوترايزد ريسبترز، يعني تعطينا ايمج اون سكرين. الشادوز اون اكس راي اللي راح نقسمها الى تقريبا ثلاث اقسام او اربع اقسام مهمه. البون طبعا لن يختلف فروم وايت تو بلاك، راح نبدي بهن. البون اند ميتاليك اوبجكتس تكون برايت وايت فيري وايت، هسه نشوف خلال استعراض الافلام البون شلون يبين ابيض على الاكس راي فيلم، والميتاليك اوبجكت اكثر من البون، هم ابيض بس اكثر من البون. الووتر اند سوفت تشو ينطينا ايضا وايت شادو بس اقل من البون. الفات يبدي يصير جراي يعني رمادي اقل، يعني يتدرج بالدنسيتي، كل ما تقل الدنسيتي كل ما اللون الابيض يقل. وفاينالي الاير يعني الروم اير او الاتموسفيريك اير يكون بلاك ان كلر، ما بي اي ابزوربشن، يعني الاكس راي هي تنفذ ثرو ذا بيشنت اند ثرو lungs of patients فتكون black in color. الستاندرد هذا الستاندرد position for the patient هو posterior anterior، يعني the back of the patient لل source of x-ray، وهذه عندنا بها يعني purpose اللي هي advantages for the patient and for the image، بعدين نحكي عنها بالكلينيكال. هذا الريكوست فورم لازم نعرف طبعا البريفيوس اكزامينيشن، اذا البيشنت عنده هم فور كومباريزن مهم جدا ان يدزلنا اياها، النيو وذ ذا اولد، الكلينيكال انديكيشن، باست ميديكال، باست سيرجيكال، باست امجنج لازم ينطينا اياها، البريجننسي لانه قلنا ايونايزنج راديشن هذا قسم من عنده، ف if the patient pregnant لازم نعرف، لان contraindication قسم من الفحوصات زين، او not pregnant ما تعرف فنحسب على last menstrual period زين. فد short hint for anatomical review لل chest، احنا عندنا الثوراسيك كافيتي، الثوراسيك كافيتي اللي هي within the ribs and spine with sternum. Inside there is two hemithoraces, اللي هو two lung fields. And in the center, عندنا الheart. هذا فد lateral anatomical review for thorax. عندنا تقسيمات، إذا للميديستاينم، الميديستاينم عندنا superior. وعندنا الانفيرير، هذه فقط للميديستاينم هذا التقسيم زين، والانفيرير ميديستاينم ايضا الهارت يقسمها الى انتيرير للهارت اللي هي انتيرير ميديستاينم، الميدل اللي هو يشمل الهارت والجريت فيسلز والبريكارديوم، وبوستيرير ايضا اللي هو بوستيرير تو ذا هارت. هذه فيما يخص الميديستاينم. الهارت عندنا الرايت هارت بوردر، عندنا البولموناري فينز، عندنا البولموناري ارتري، وعندنا السوبيريور فينا كافا اللي هن كونتريبيوت تو ذا شادو اوف ذا هارت على الشست اكس راي. عندنا الليفت كاردييك بوردر هو الليفت فنتريكل، ايضا البولموناري ارتريز، بولموناري فينز اند ارش اوف ايورتا واتس برانشز اللي هو السب كليفيان سوبيريورلي. Regarding the lungs, each lung occupy the right and left hemithorax. The right lung is larger and containing three lobes, the upper lobe and lower lobe, and a small middle lobe by minor fissure, horizontal fissure. بينما left lung is only two lobes, upper lobe and lower lobe. The middle lobe, ما عندنا fissure فصلة عن upper lobe, فيكون تابع للupper لوب زين. هذه فرونتال فيو وهذه بوستيرير فيو، اللور بارت اللي هو البوستيرير فيو.
لاحظوا الفيشر اللي هو اوبليك فيشر how it pass from above downward from lateral to medial. يعني في اي مكان من الشيست شو راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا overlap between the lungs, يعني upper and lower lobes overlapped. هذا ال inner side of the lung, عندنا lung hilum in the center medially, وايضا ال upper وال lower. عندنا important part of the mediastinum اللي هو التراكيا and its bifurcation into carina. لاحظوا هذا كارينا شنو اللي عندنا؟ عندنا right main bronchus يكون larger وshorter and more steeper, يعني هو وكأنه continuation of the trachea, بينما left يكون هو more horizontal and longer and smaller. فلذلك الفورم بادي عادة يكون لل right easier for the left, خصوصا بالبيدياتري. هذا الثوراسيك كيج الريبس, it's very important as part of inspection للشيست اكس راي. لازم نشوف الاسترنم, الريبس, الكلافيكلز. One of the checking points. هنا عندنا two chest x-rays. لاحظوا الفايندنج اللي موجودة عندنا. On the left side, الصورة اللي on the left, شو اللي موجود عندنا؟ اللي موجود عندنا فد white color على ال right side. Homogeneous. زين. هذا نسميه radio opaque. فالراديو opaque اللي هو ال white, يعني مثل ال heart. الهارت هو راديو اوبيك, فهذا الاوباسيتي اللي هي على الرايت لور بارت اوف ذا ثوراكس هي نسميها راديو اوباسيتي. الصوره الثانيه اللي هي اون ذا رايت سايد هذه فد راديو لوسنت او فد بلاك كلر راوندد هم بالرايت سايد سوبيريورلي. زين, هذه نسميها راديو لوسنت او ترانس لوسنت. ايضا ليجن but containing air. فايضا من ضمن differentiating points radio opaque او radio lucent, هذا ابيض وهذا يبين اسود بالمقارنه مع اللنج والميديستانم او السوفت تشو الهارت. Now when we face a chest x-ray, تجينا chest x-ray, شنو يعني how to view the chest x-ray او شلون ننظر لها؟ كلش مهم first انه النورمال chest x-ray نعرف الاناتوميكال بارتس والمارجنز اوف ذا organs. زين, احنا هم بالنسبه للتكنيك هم نقطتين بس يعني يكون تخلوها ببالكم. This chest x-ray كلهن اللي هي standard position posterior anterior, هذه كلها ناخذهن when the patient's instructed to take full inspiration, يعني يترس صدره هواء. نقول له اخذ نفس, المريض يسحب نفس قوي. زين, وناخذ له الصوره. ليش احنا نحتاج full inspiration؟ Because of the lungs. The lungs should be filled with air او ال density, حتى يصير change بال density between the lung and the soft tissue. لأن ال lung نحتاجها تكون lucent وال soft tissue if the same density, فما راح يبين فرق بيناتهم. يعني ال chest x-ray يفرق عن ال abdominal x-ray. ال difference between the organs كلش واضح, ما نحتاج كونتراست. بينما ان ابدومن imaging عادة الاكس راي less informative, يعني كلهن يشابهن, كلهن نفس الدنسيتي. الليفر, الكدني, المصل, الباول كلها نفس الدنسيتي, فما نقدر نفرق بيناتهم, فنحتاج عادة كونتراست. هذا الشيء بالتشيست ما نحتاجه. ليش؟ لانه اللنجز filled with gas, واضح يعني اسود اللون مالته, والباقي الستركتشرز اللي هو البون والميديا ستاينوم السوفت تشو كلها لونها ابيض.
يعني اصلا هو inherent، يعني من اساسه انه اكو difference contrast between these structures. لاحظوا بالنورمال، النورمال ايش نحتاج؟ انه الهارت بوردر، الدايفرامز الرايت والليفت هيمي دايفرام should be sharply demarcated. يعني normally حتى نقول عليه normal لازم الهارت والميديستاينوم والدايفرام يكونون sharply demarcated. اكو مشكله بالصوت عندكم؟ يعني اذا تشوفون، اذا اشوف قسم زملاء يقولون مشكله صوت، اذا تسمعوني يبريدي اكثر اسمعكم. اوكي، يعني مو من يمي مشكله الصوت. اوكي، فقلنا normal chest x-ray هي inherent high contrast between the lung, healthy lung and mediastinum. زين، how to see the or interpret the normal chest x-ray. نحتاج انه نشوف، يعني عندنا نقاط اللي هي نسميها تشيك ليست. زين، ايدنتيفاي الهوريزونتال فيشر. طبعا هذن الفيشرز يعني هسه حاليا بدايتها مو كلش سهله بالنسبه لكم تشوفوها، فنحكي عن الميجر اورجنز، يعني التراكيا اللي هي رقم 8 هسه على الصوره. التراكيا اللي هي رقم 8 هذه عباره عن غاز لوسنت، يعني اسود، وذن ذا سنترال وايت ميديستاينم، وحتى البايفوركيشن مالتها كارينا ايضا نشوفها، هي ميد لاين سنترال اند سلايتلي تو ذا رايت، يعني اذا شويه ديفييتد تو ذا رايت، خصوصا بالبيدياتريك اكسبتد نورمال. هذه التراكيا. الهارت هذا السنترال راديو اوباسيتي اللي هو السنترال بارت اوف ميديستاينم، انفيريور ميديستاينم، قلنا شود بي شاربلي ديماركيتد الرايت والليفت بوردر. عندنا قياس واحد مهم بالنسبه للهارت اللي هو الكارديو ثوراسيك ريشيو، يعني ناخذ دايمتر اوف ذا هارت من الرايت بوردر للليفت بوردر مثلا 10 سنتيم، وناخذ اللارجست انر ثوراسيك دايمتر اللي هو من رقم 7 الى رقم 7 يمكم تشوفوها من الانر بوردر، ونقسمهم قد نسبه الهارت من الثوراكس المفروض نورمالي اقل من 50%. هذه النورمال كارديو ثوراسيك ريشيو. دكتور انا زحمة عيدها. يس، امبورتنت بالتشيك ليست فور ذا ميديستاينم احنا نسميها الكارديو ثوراسيك ريشيو. راح احاول ارسم لكم خط هنا انسيرت، شلون ناخذ الدايمتر انسيرت، اعتقد شيبس نختار. اي زين، نجي للرايت هارت بوردر ناخذ الدايمتر. اوكي، طبعا ينطينا قياس، هذا بدون قياس بس احنا بالحالات الاعتياديه ينطينا قياس. هذا الكارديك دايمتر. نجي لارجست انر ثوراسيك، قلت لكم من رقم 7 الى رقم 7 انر بوردر الريبس الى الانر بوردر اوف الريبس. اوكي، اللي هو هذه هسه الصوره واضحه عندكم. نقسم الكارديك دايمتر تو انر ثوراسيك دايمتر، تطلع لنا نسميها السي تي ار كارديو ثوراسيك ريشيو. نورمالي لازم اقل من 50%، نورمالي اقل من 50%. زين، بعدين عندنا الدايفرامز الرايت والليفت دايفرام. الرايت دايفرام لازم يعني سلايتلي هاير ذان ذا ليفت، شويه اعلى. بعدين لازم نشوف الكوستوفرينيك انجل. الكوستوفرينيك انجل تندلوها الكوستوفرينيك انجل، هسه راح اشر لكم اياها اللي هي هذه الكوستوفرينيك انجل، شارب انجل، هذه على الجهتين، على هاي الجهه وعلى الجهه الثانيه اللي مقابلها. اوكي، هذا السهم بيأشر على الكوستوفرينيك انجل. هذه بالفلورال افيوجن تدرون يعني يصير فلويد، فهذا الشارب انجل ويل بي اوبسكيورد.
زين. بعدين احنا عندنا اللانج فيلد اللي هو يعني الرايت لانج والليفت لانج، ايضا التشيكينج مالتهم باي كومباريزن، يعني نقارن الرايت ويا الليفت. بس بما انه اللانج كبيره فما نقدر نقارن يعني بنظره واحده انه نقول هاي الجهه اليمنى تشبه الجهه اليسرى، لان نحتاج ان نكون شويه مور ميتيكيلوس يعني دقيقين بالملاحظه. فش نسوي؟ ناخذ areas zone مو لوبس، يعني زون، لانه الاوفرلاب هسه راح نشوفه كاناتوميكال ما يمثل اللوبس. يعني ناخذ الفيرست ريب والسكند ريب انتيريرلي، اذا تشوفوهم تقدرون تميزون الريبس من الصوره الرايت والليفت اللي هو تقريبا رقم 4 ورقم 9 اللي فوقاهم. او انا راح ارسم لكم اياه حتى لان هذه مهمه كبداية. أعتقد لا هذا الخط، أي هذا الفيرست ريب مأشرة أني، وهذا السكند ريب. تشوفون التأشيرة مالتي، راح أرسم لكم خط هذا الفيرست ريب، ومرة ثانية على الجهة الثانية أيضا نرسم الفيرست والسكند ريب. اوكي، وهسه نعرضها. هاي الخطين هسه اللي قدامكم هذه تمثل الابر زون، فنقارن الرايت مع الليفت ابر زون، نسميها ابر زون. ليش نقول ابر زون؟ لان اوفرلاب بين اللوبز، الابر لوب واللور لوب اكو اوفرلاب بيناتهم. اوكي، نفس الشيء نجي على الميدل لوب، ناخذ 2 إلى 4 وبعدين ما تحت الأربعة ريبس، يعني هاي الأرقام اللي أقولها السكند ريب الثيرد الفورث ريب. أوكي، هاي فور كومباريزون. زين، الصور الباقية لاحظوا أنه هذا أناتوميكال، إذا تلاحظون هذا الرايت أبر لوب، شوفوا البوزيشن مالته، هذا بالبي أي وهذا باللاترال. طبعا اللي يحده من جهة البوستيرير هو الأوبليك فيشر، الجزء العلوي من الاوبليك فيشر، والجزء السفلي مالته هذا الماينر او الهوريزونتال فيشر. الماينر والهوريزونتال فيشر فقط على الرايت، لذلك عندنا ميدل لوب. بالليفت ما عندنا ميدل لوب اللي هو هذا. بالليفت هذا تابع للابر لوب، فقط ابر لوب عندنا. هذا اللور لوب لاحظوا وين صاير؟ بوستيريرلي. بوستيريرلي هذا مهم البوزيشن مالته. لاحظوا اذا ترجعون للصور اللي قبلها شوفوا هذا اللور لوب، حفظوا البوزيشن مالته، حطوا لكم فد لاند مارك. شوفوا شنو علاقته بالابر لوب، يعني اكو مناطق مشتركه بيناتهم، فلذلك اكو اوفرلاب، منطقه اوفرلاب بين الابر واللور لوب والميدل لوب. فلذلك بفرونتال تشيست اكس راي من نشوف الاوباسيتي مرات يعني مو راسا نقدر نعرفها بابر لوب وابر ابر لوب او لور لوب. فلذلك عندنا شيء نسميه السلوت ساين، هسه نحكي عنه، هاي تساعدنا نسوي لوكاليزيشن للليجن. نفس الشيء على جهه الليفت، هذا اللور لوب لاحظوا البوزيشن مالته، اللور لوب مينلي ريليتد للدايفرام، اذا تلاحظون بعيد عن الهارت. ليش؟ لانه الهارت انتيرير، هذا يصير ورا الهارت، فالليجن اللي افكتنج اللور لوب راح يعني يغير لنا الدايفرام، ما يغير شكل الهارت، يغير شكل الدايفرام، هسه نحكي عنه. هذا الابر لوب كله، لاحظوا الابر لوب مور انتيرير ودايركت كونتاكت ويا الهارت. فلذلك لما اكو عندنا ليجن بالابر لوب سواء بالرايت وبالليفت، وين يروح يسوي لنا اوبسكيوريشن للهارت بوردر مو الدايفرام، هسه نحكي عنها بالسلو ساين. هاي اللينجولا هي ما بها اناتوميكال بوردر عن الابر، بس هذه حتى يعني نذكركم انه الليفت هو الميدل لوب تابع للابر لوب، ما عندنا هوريزونتال فيشر. زين، هذه تشيست اكس راي. اللاند مارك كلها مؤشره، التراكيا، الايورتيك ارتش، والبلمونري ارتري اللي شفناهم كاناتومي، هذا الشادو مالتهم كله راح يعني نشوفه بهالشكل هذا. الدايفرام، الستومك، الستومك عادة بيها غاز فنسميها الجاستريك بابل اندر ذا دايفرام.
زين هنا الرايت ميديستاينم، البلمونري ارتري، الرايت اتريوم والدايفرام. وجوه الدايفرام على جهه الرايت ما عندنا غاز، فقط الليفر. اللاترال تشيست اكس راي ايضا انذر امبورتنت ستراكشر، يعني من الايمجينج اوف تشيست. بس احنا عاده غالبيه الافلام اللي راح تشوفوها هي بوستيرير انتيرير، ونكتفي بالبوستيرير انتيرير، نادرا ما نحتاج اللاترال. اهم شيء باللاترال نشوف الدايفرامز، واحد اوفرلابنج ذا اذر، مثل ما قلنا الرايت هاير ذان ذا ليفت وكونتينوس، لان الليفت الهارت يضيع الانتيرير هالف. زين هسه طبعا اكو تكنيكال فاكتورز، يعني خلوا ببالكم انه اذا التشست اكس راي التكنيك المصور ما سواها، او المريض تحرك او سوانا النوت ستاندرد ايمج، راح تعطي الانتربريتيشن رونج، وكانه تعطينا باثولوجيكال. فاللي نحتاجه احنا قلنا المريض ياخذ فول انسبيريشن، ولازم without روتيشن، يعني ما يتحرك يعني يمين او يسار، يكون سيمتريكال البوزيشن مالته، مو بروتيشن. اي تكنيكال ايرور يعني الكواليتي اذا باد راح تعطينا مس انتربريتيشن از باثولوجي. هاي خلوها ببالكم، مرات اذا اكو باثولوجي يجوز مو حقيقي، يجوز المريض ما ماخذ نفس، فنبين كارديوميجالي، الهارت كبير لان اللنج ما مو اكسباندد. زين الماركينج الرايت والليفت نحتاج من الاوبريتر يعني يوضح لنا يا جهه الرايت، لان اذا الهارت ان سم كونديشن being on the right side، يعني هذه congenital anomaly اللي هي dextrocardia، مرات تعبر اذا المريض ما مؤشر من قبل المصور بالفيلم. زين احنا بنشوف chest x-ray، قلنا اللانج لازم تكون بلاك، ولازم تكون يعني البلاك بداخلها فقط vascular marking، يعني خطوط متقطعه linear branching shadows within the lung، هاي within the normal lung healthy lung، يعني ما نشوف بداخلها opacities، فقط radio lucent سودا يعني، وداخلها branching line، خصوصا هاي branching line بالcenter وتقل بالperiphery. هذه vascular marking. أيضا نشوف costophrenic angle حكيناها، نشوف heart cardiothoracic ratio size مالته كلش مهم، الميديستاينم، الهايلم اللي هي شفناها الانتري والاكزيت مال البلمونري ارتري والبلمونري فينز من اللنج، والبرونكس والليمفاتيك، الدايفرام حكينا عنهن، وات اندر ذا دايفرام قلنا جوا الرايت دايفرام لازم ما عندنا غاز لانه ليفر، وجوا الليفت دايفرام ستومك، فالجاستريك بابل ايضا مقبوله. هذه وين نحتاجها بكيسات الاكيوت ابدومن، لما يجيكم مريض اكيوت ابدومن وشاكين عنده بيرفوريشن خصوصا بالباول، يعني دودنال ألسر او جاستريك ألسر اللي هنا بيبتيك ألسر او تيومر ومسوي بيرفوريشن، الغاز بداخل الباول وين راح يطلع؟ للبريتونيال كافيتي، والغاز تعرفون يصعد يعني الاير بالستاندنج اركت بوزيشن، يصير بلو ذا دايفرام، فراح يبين عندنا نسميه نيمو بريتونيوم. زين ايضا ما ننسى البون والسوفت تيشو، الريبس بالفراكشر بالتيومر لتك او زين. وكومباريزم دائما نحتاج ويا الافلام القديمه، ودائما كومباريزم الرايت ويا الليفت ايضا من ضمن النقاط المهمه. حكينا عن الدنسيتيز، قلنا الميتاليك بعدين البون ابيض وبعدين السوفت تيشو يعني ابيض بس اخف، الفات راح يكون جراي، والاير يكون زين. زين هسه نجي على السلوت ساين، عرفنا النورمال اللي هو الشارب مارجن، من نقول شارب مارجن مثلا هنا هذا الدايفرام، لاحظوا لاحظوا هاي الصورة راح ارسم لكم عليها خط، هذا الدايفرام، هذا المفروض يرسم
بشكل يعني كلير كات، يعني من اجيب قلم امشي اشوف البوردر مالته. زين هسه بهاي الصورة رسمت لكم خط هذا الازرق على النورمال دايفرام بوث، يعني على الصورة الاولى على جهة الليفت والصورة الثانية على جهة الرايت. النورمال دايفرام يعني من اجيب قلم امشي على الحافة مالته بشكل يعني واضح جدا. زين شنو اللي صاير؟ لاحظوا بالصورة الاولى على جهة الليفت الرايت دايفرام اللي هو المفروض واضح هسه اختفى اوبسكيورد، السلوت اللي هو ظل نسميه علامة الظل. السلوت ساين بما تفيدنا، حكينا قبل شوية قلنا اكو اوفرلاب بين الابر لوب واللور لوب. السلوت ساين راح نعرف يا لوب افكتد من هاي تشيست اكس راي من الاوفرلاب. قلنا اللي سلوتنج الدايفرام يا بارت اوف ذا لانج يا لوب اللي افكتنج الدايفرام. منو يتذكر؟ حكيناها من الصوره. البوستيريور ليفت عافيه بوستيريور عافيه من اكسلنت. اللور يس الرايت والليفت لوب لور لوب هو اللي افكتنج، يعني من نشوف الدايفرام اوبستكيور راسا نقول هذا لور لوب ليجن، لور لوب ليجن. فهسه هذا اول صوره على جهه الليفت اللي هو على جهه الرايت العفو obscuring the right hemidiaphragm، هذا right lower lobe. الجهة الثانية إذا تلاحظون شنو اللي صاير؟ اللي صاير ال right left hemidiaphragm أيضا obscured ما موجود، بينما ال heart border still visible موجودة. فنقول سلوت ساين بوزيتيف على جهة الليفت اللي هو معناتها lower lobe مو upper lobe، يعني هذا ال consolidation هاي ال opacity affecting ال اللور لوب. ليش؟ لانه obscuring الدايفرام و not obscuring الهارت. اذا صار العكس يعني شنو؟ الهارت اذا obscured والدايفرام بقى واضح راح نقول هذا upper lobe. ليش؟ الابر لوب هو anterior. من ترجعون للصور راح تشوفون البوزيشن مال الهارت anterior والابر لوب هو anterior. ففائدة السلوت ساين لوكاليزيشن تقول لنا which lobe affected. لاحظوا هاي الصورة، هاي الصورة عكس اللي قبلها انه الهارت بوردر obscured. فاذا اكو كونسوليديشن وين؟ اكو كونسوليديشن بال دكتور بسرعة upper lobe. زحمة نعم دكتور تفضلي. دكتور احنا كونسوليديشن وغيرها احنا ذني يعني اول مرة ناخذ هذه المصطلحات، فانه يا ريت توضح لنا اياها. نعم هو الكونسوليديشن اللانج اللي هي نورمالي هسه راح تجيكم وراها راسا ورا هذا السلايد الكونسوليديشن نحكيها. اللانج قلنا نورمالي شنو؟ هواء لون اسود نورمالي. من يصير تشينج ديزيز باثولوجي فلويد يتجمع راح تصير لونها ابيض اللي هو نسميه راديو اوباسيتي او اللي هو كونسوليديشن هسه نحكي عنه. فهسه هذا الوايت اوباسيتي اوبسكيورنج الليفت هارت بوردر فمعناته ابر لوب، هذا كونسوليديشن اوف ليفت ابر لوب. وهسه نحكي عن الاسباب اللي تسوي لنا الكونسوليديشن. يعني اكو شرح اللي هو كونسوليديشن اللي هو سين النيمونيا او بلمونري ادما. زين اللي هو نون يونيفورم. زين احنا هسه حكينا السلوت ساين، كان اكو ساين هم بعدين يعني خلال السلايدات راح احكي لكم اياها. هذا اول سلايد اللي هو حكينا عن الكونسوليديشن، هذا العنوان الفوق ده تشوفوه وعليه رقم واحد. احنا عرفنا النورمال، هسه من نريد نعرف الاب نورماليتي او الباثولوجيكال ديزيز اوف ذا لانج. هنا يشابهن وهوايه الديس اوردر، بس حتى انتم يعني تصير عندكم فكره او تصور للسبكترم يعني كل انواع اللانج ديس اوردر. احنا ايش سوينا؟ بسطناها نقول اللانج ديزيز كلها، يعني كل اللانج ديزيز
تدخل بفايف كاتيجوريز، يعني وحده من فايف كاتيجوريز او الراديولوجيكال ابييرنس. اول واحد اللي هو هسه بدنا نحكي عنه اللي هو الكونسوليديشن. الكونسوليديشن هو عباره عن شنو؟ قلنا هي فد باتش اوف وايتش كلر اللي هي نون يونيفورم او نون هوموجينس وال ديفايند. تذكرون من قلنا الويل ديفايند اللي هو الهارت او الدايفرام، ايش قلنا تعريفه؟ انه من نجيب قلم على المارجن يرسم بشكل خط كلش واضح شارب، يعني نمشي حافه القلم على المارجن مال الاورجن وواضحه تكون، بينما النون يونيفورم او الال ديفايند يعني المارجن ما واضحه ما بيها فد شارب بنسل لايك نقدر نشوفه. هاي الاوباسيتي اللي قبالكم اللي حكينا قلنا مسويه سلوت سلوتنج الهارت، هذه عباره عن ال ديفايند خصوصا انفيريرلي ما بيها مارجن، فهذه وهي باتش يعني واضح انه فد فد وايت باتش اللي هي ايضا من ضمن الوصف. هذه شو يشبه من ضمن الوصف؟ شايفين قطع الغيم، قطع الغيم من تجي متناثرة يعني بالسماء، قطع بيضة وما بها يعني حواف واضحة ويعني متقطعة، يعني مرة بيضة مرة بداخلها أمور يعني أخف، فما تبين كلها بنفس اللون. فالكونسوليديشن مرات نسميه كلاود لايك يعني مثل قطع الغيم، أو كوتن وول مثل يعني قطع القطن، القطن من تتناثر قطع القطن زين، ايضا هاي يشبهوها بالكونسوليديشن. فهسه موضوع اول باترن لللانج ديزيز اسمه الكونسوليديشن. شلون يصير هذا الكونسوليديشن؟ احنا قلنا اللانج نورمالي فيلد وذ اير، وين يصير التيرمينال بارت مال الاير؟ اخذتوا الغاز اكستشينج، محاضرة الغاز اكستشينج دكتور بالالفيولاي. اي عافيه، هي الالفيولاس. اكسلنت، هسه انت اختصرتي لي هوايه يعني بالاسئله. الالفيولاي اللي هو التيرمينال يونت اوف ذا لانج اللي هي الغاز اكستشينج يصير، فلذلك احنا هذه مكان ما نورمالي فيلد وذ غاز بالديزيز بروسيس راح يجينا فلويد، الفلويد راح يطرد الغاز وينطينا هاي الاوباسيتي. فلذلك مرات تسمعون ما نقول كونسوليديشن نقول الفيولار، فوق هاي الكلمة موجودة الفيولر أو أسينر، هي الأسينس نفسها الالفيولس، أو اير سبيس فيلنج ديزيز نسميه أو باترن. يعني الباثولوجي أنه التيرمينال يونت مكان ما فيلد وذ غاز راح باثولوجيكالي يصير فلويد ريبليسنج الغاز وتعطينا هاي الباتش اوف كونسوليديشن. زين شنو الديزيز اللي ينطينا كونسوليديشن او باتش؟ يعني شنو الديزيز اللي يخلي اللانج تمتلي فلويد راذر ذان نورمال غاز؟ قدامكم هنا ان تو توبكس امبورتنت توبكس اللي هن البولموناري ايديما، من اسمها يصير عندنا فلويد يتجمع ايديما، ومثلا بالهارت فيلر بالبولموناري هايبرتنشن، هاي اهم اسباب اللي تعطينا بولموناري ايديما. الهواية يعني اقروا عنه البلمونري ادما، بس هم للاختصار نقول اكو كاردييك كوز هارت فيلر مثلا، وشنو الاسباب؟ مرات مايوكارديال انفاركشن، مرات فالفولر هارت ديزيز يعني هارت فيلر، او نون كاردييك اللي يسوي لنا بلمونري ادما. نون كاردييك مثل ايش؟ نون كاردييك اللي يخلينا اللانج تمتلي فلويد والهارت نورمال، مثلا مريض اللي هو خصوصا الاطفال وخصوصا الالدرلي، من نحط له اي في فلويد والاي في فلويد شويه سريع، راسا الفلويد يعبر من الكارديو فاسكولر يصير اوزنج لللانج وللاليفيولاي. زين، والسبب الثاني هو النيمونيا، من يصير عندنا لانج يعني لانج انفكشن كونسوليديشن اللي هو نيمونيا. زين، اللي هو هسه احنا عندنا هاي البانديميك اتاك مال الفايرال انفكشن كوفيد 19 كورونا،
واحدة من أهم الفحوصات يعني عدا البلد تيست اللي هو يسوي له فحص البي سي ار، احنا نسوي له تشيست اكس راي وسي تي سكان، يعني المريض اللي سسبكتد حتى شو نشوف؟ نشوف هاي الكونسوليديشن بدايتها اللي هو الوايت كلر. زين، فاهم اسباب الكونسوليديشن قلنا البلمونري ادمه والنيمونيا. اوكي، هذا الفيرست باترن. عندنا نسميها الاير برونكوجرام، هسه قلت لكم ساين مثل السلويد ساين، اير برونكوجرام. هي هاي بالضبط، يعني شنو اللي يصير عندنا؟ اللنج راح تصير لونها ابيض مكان ما لونها اسود. زين، فبالديزيز لانك راح تصير لونها ابيض كونسوليديتد. زين، التراكيا والبرونكيال تري تبقى بدون يعني فلويد، يبقى داخلها غاز، فراح تبين البرونكس. البرونكس راح يبين بالكونسوليديتد لانك، فنسميه اير برونكوجرام ساين. هذه فقط يعني تفيدنا نعرف انه هاي الاوباسيتي باللانك. ليش؟ لانه البرونكس هو فقط باللانك، يعني لما يصير عندنا ميدياستاينال ماس هم تعطينا اوباسيتي بس ما بيها اير برونكوجرام. الاير برونكوجرام فقط باللانك نشوفه. زين، هذه تو اكزامبلز تشوفوها اوف كونسوليديشن. منو يقدر يعني ينطينا مختصر انه هذه ابر لوب لو لور لوب؟ احنا بالليفت نسالكم لو احد يجاوب من عندكم. اي دكتور يا يمنهم. دكتور، هي مو اكو بالافر واكو باللور؟ المريض واحد، المريض واحد. هذه ارشد حامد. لا انا اسال. ارشد تسمعني؟ ارشد حامد. زين، وين راح ارشد؟ زين، احمد حيدر كريم. احمد ويانا. زين، انا احتاج يعني تكونون يعني متواصلين وياي، لان ما مو صحيح. اجاوب. اي، منو دي؟ غدير. دكتور غدير، يلا غدير. احنا نريد نعرف ويش لوب افكتد بناء على الشرح اللي حكيناه. ليفت اور لوب. ليش؟ اكسلنت. مو دكتور، اول شيء هاي الصوره اللي باليمنى صار من جهتي قدام. اي، شلون عرفتها من جهه القدام؟ هي السلو ساين اللي حكيناها. من اللي اوبسكيور؟ من اللي اوبسكيور؟ الدايفرام لو الهارت؟ يعني من اللي واضح ومن اللي اختفى؟ دكتور، اللي اختفى الهارت. هارت. ايه الهارت. اكسلنت. معناتها شنو؟ معناتها هذا رايت ليفت ابر لوب كونسوليديشن. زين، اي موجود الشرح مالتها. زين، هذه اللي فيما يخص الكونسوليديشن. هسه نجي على السكند باترن مال اللانك. يعني هذا الكونسوليديشن هذا كله باترن لوحده، يعني هاي الباتش ال ديفايند مارجن نون هوموجينس وبيها سيلوت ساين وبيها اير برونكوجرام ساين. زين، هذه اللي هي الموست امبورتنت الموست امبورتنت اللي هو بلمونري ادمه اللي يسوي لنا اياها. وتقرون شويه عن البلمونري ادمه واسبابها، قلت لكم كاردياك نون كاردياك، ممكن تروما، ممكن تيومر، يعني تاخذون فد هيجي يعني رؤوس نقاط عليها موجوده عندكم بالمحاضرات. والسكند هو النيمونيا. زين، هذا لوحده باترن. الباترن الثاني اللي هو الديفيوز لانج ديزيز. هذا الديفيوز لانج ديزيز ما يجينا بشكل باتش، مو مثل الكونسوليديشن. عباره عن شنو؟ راح يجينا فد سبتل او فينت سبتل، يعني فد شيء مو واضح، او فينت فد شيء خفيف، اوباسيتيز اللي هي نودولر نقاط هيك، او ريتيكولر خطوط ثرو اوت ذا لانج، يعني كل اللانج من مباوعها ستيل ذير از غاز، بس بداخل اللانج اكو ان هوموجينس نودولر او ريتيكولر
او ميكست، مرات ريتيكيلون نو ديلر. هذا الكوز مالته شنو؟ الكوز انه مو فلويد بالاثينس ولا بالاليفيولاس، ما بيها شيء الاثينس والاليفيولاس، ستيل فيلد وذ غاز. بس اللانج تيشو اتسيلف، اللانج انترستيشيوم، اللانج انترستيشيوم افكتد باي ديزيز، يعني انفلامد، انفلاميشن او تيومر او اتسيترا. يعني الديزيز هو باللانج بارانكايما اتسيلف، فينطينا هذا الباترن. طبعا هذا كلش مهم الباترن اللي هو ينطينا اكيوت وكرونيك. الاكيوت الايرلي دايجنوزز مهم، يحتاج تريتمنت المريض. اف انا تريتد راح البروجريشن شو يصير؟ يصير فايبروسيس، وتعرفون من يصير فايبروسيس بعد يعني هذا ريفرسبل ولانج دامج معناتها، واحتمال المريض يعني يبقى كريبلد ويحتاج لانج ترانسبلانت. فالايرلي دايجنوزز هنا كلش مهم، الايرلي دايجنوزز كلش مهم. ليش؟ لانه ممكن بتريتمنت اللي هو اما انتيبايوتيك او انتي تي بي، لانه هذا يشبه الملياري، يشبه الملياري تي بي، او اذا انفلاماتوري ممكن الستيرويد او بلازما فريسز. هواي امور نقدر نساعد بها المريض قبل لا يتحول الى فايبروسيس. زين اكزامبلز، منو يقدر يعطينا اكزامبلز على الكوز مال الريتيكولونودولار اللي هو هذا الباترن مالته؟ شنو الديزيز اللي تعطينا انترستيشيال؟ من يعرف؟ بولمونري فايبروسيس. يس اكسلنت اكسلنت. اكو ذني يعني بولمونري فايبروسيس ذني يعني مو ديزيز واحد، هذا سبيكترم اوف ديزيز. اكو يسموها ايديوباثيك او بولمونري فايبروسيس اي بي اف، او انترستيشيال اي ال دي، انترستيشيال لانج ديزيز. مرات اكو سبب لها مثلا بالروماتويد ارثرايتس، بالكونكتيف تيشو ديزيز، يصير انفلاميشن هو كل الجسم. واحد من المكانات اللي افكتد اللنج، يصير بيها بلمونري انفلاماتوري بروسس وتنتهي فايبروسس. او ايديوباثيك ما الى سبب، اللي هو انترستيشيال لنج ايديوباثيك بلمونري فايبروسس. بعد شنو اللي ينطينا يعني ديفيوز لنج ديزيز؟ نحكي عن الانفكشن. انفكشن منو يعرف انفكشن يسوي لنا ديفيوز لانج؟ تي بي دكتور، تي بي. اكسلنت اكسلنت. طبعا التي بي العادي يعطينا باتش كونسوليديشن اول وحده، بس اكو نوع من التي بي اللي هو ميلياري، ميلياري تي بي اللي هو نوديلر. زين ممكن يعطينا ايضا الفايرال نيمونيا، الفايرال نيمونيا ايضا تعطينا هيش باتير. زين وقلنا الكونكتيف تيشو ديزيز، قلنا interstitial lung disease اللي هو idiopathic pulmonary fibrosis. زين ايضا اكو شيء عندنا. يس نعم تفضلي. الفيرال نيمونيا من ضمنها الكورونا يعني؟ لا لا لا، اليوجوال. اي احنا اليوجوال المعتاد عليه السيزونال نيمونيا او الفلو تنطينا نودولر، واللي هو هذا الديفيوز lung disease اللي هو اتيبيكال، نسميها اتيبيكال نيمونيا. بينما هذا الفيرال، هذا قلنا هاي البانديميك تختلف، لذلك يعني تشوفون الاجراءات اللي موجوده حاليا، لانه السيفيريتي والباترن مالته لا يعطينا هذاك كونسوليديشن، يبدي جراوند جلاس وكونسوليديشن مور سيفير، يعني عابر مرحله اللانج انترستيشيوم، يعبرها يوصل مرحله الكونسوليديشن هذا الكورونا. اوكي تمام. زين هذا الانترستيشيال حكينا عنه والباترن مالته. لاحظوا هذا تو اكس راي، وحده بيفور تريتمنت، هذا ملياري تي بي، وحده بيفور وحده افتر. لاحظوا النقاط البيض بالصوره الاولى اللي اختفت بالصوره الثانيه، هذا ملياري تي بي. طبعا نتاكد منها وين؟ بالسي تي، بالسي تي سكان راح تبين عندنا. زين هسه هاي صار عندنا تو باترن، كونسوليديشن و ديفيوز انترستيشيال لانج ديزيز. زين هسه نجي على النودولر ماسز، على النودولر الباترن الثالث اللي هو نشوفه نودول
واحد هي كبيره او ماس، هي ما يفرقن بس السايز، اللي اكثر من 3 سي ام نقول عليها ماس، اللي اقل من 3 سي ام نقول عليها نوديول، واثنيناتهن ممكن تصير بهن كافيتيشن، يعني سنترال نكروسيس وكافيتيشن. طبعا من نشوف هيك نوديول او ماس لازم نحكي عنها، اللي هو البوزيشن، السايز، الشيب، الكونتور، المارجن، الدنسيتي، اوبيك، لوسنت. زين، هاي هسه قدامكم اذا بتلاحظون راوندد اوباسيتي الصوره طلعت عندكم الاكس راي، اي هسه طلعت هذه عندنا راوندد اوباسيتي، يعني هذه ويل ديفايند، حتى نميزها عن من احنا ليش يعني عزلناها بكاتيجوري حتى نميزها عن الكونسوليديشن. هذه مو كونسوليديشن، هاي راوندد اوباسيتي. زين، او هذه مو ديفيوز انترستيشال، هذه نوديول، ايزوليتد نوديول، او يسميها كوين ليجن. كوين ليجن يعني فد شيء واضح لوحده، طبعا ممكن تكون سنجل وممكن تكون مالتيبل. زين، اهم نقطة بالاوباسيتيز هاي الراوندد اوباسيتيز انه هل هي سنجل لو مالتيبل. اذا سنجل طبعا كل سوليتري نوديول احنا نعتبرها لانج كارسينوما until proof otherwise، يعني نحتاج لها هيستوباثولوجي حتى ناكدها هيستوباثولوجي. بس هي اول ما نشوف تشست اكس راي نوديول سوليتري نوديول هذه نعتبرها لانج كارسينوما until proof otherwise، واذا مالتيبل نعتبرها سكندري ميتاستاسيس. سكندري ميتاستاسيس هذه تو اكزامبل اوف ماسز، لارج ماسز باللنج. زين، ممكن ان تكون ايضا لارج نيجلكتد برونكوجينيك كارسينوما، ممكن هاي داتد، ممكن لنج ميتاستاسيس. اوكي، هاي اهم ديفرنشال دايجنوزيس فور ماسز، يعني لما الليجن اكثر من 3 سي ام ونعتبره ماس. الفيرست كونسيرن قلنا هو اللنج كارسينوما، بس ممكن ان تكون هاي داتد او غيرها. زين، وات اباوت ذا كافيتيز دكتور؟ النوديول والماس. نعم تفضل. هاي هذول نعتبرها يعني ماسز، لانها يعني ما صايره يعني ما يعني المارجن مال الهارت والدايفرام ما رايح، لذلك نعتبرها ماس. لا 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 لا، ممكن هم يروح، ممكن هم يسوي سلوت، لانه ويل ديفايند وشاربلي ديماركيتد. لو كانت هاي نفسها اللي مؤشراتها باللون الاحمر، خصوصا هاي الكبيره اللي على جهه الرايت ماس، هذه لو كانت ال ديفايند مارجن كان قلنا كونسوليديشن، بس لانه ويل ديفايند راوندد ويل ديفايند زين نوديول او ماس، هاي قلناها نوديول يعني مو كونسوليديشن. السبب اللي خلانا نخليها بكاتيجوري لوحده انه well defined وما بيها اير برونكوجرام، وممكن تسوي سلود لانه ماس حاله حال اي اوباسيتي. بس هي بس اذا صارت سلود يعني ما راح تصير ديفايند غير، يعني راح تصير منتشره ما تبين من جهه الهارت ما تبين، بس من اللاترال من الجهه البعيده لا، تبقى well defined، تبقى well defined. دكتور بس أوكي. بهالحالة السي تي مو يصير دايجنوستيك أكثر؟ احنا بكل الليجنز اللي سسبكتد، حتى بالكونسوليديشن، حتى بالانترستيشيال، وحتى بالماس هسه ما شفناها، النكست ستيب فيرذر ايفالويشن يعني كونفيرم دايجنوزيس وستيجنج هو السي تي سكان. اكيد نحتاج السي تي سكان. وعطي دكتور عشتي اكثر. نفس هالماس لما يصير بيها سنترال نكروسيس راح تعطينا كافيتي، كافيتي يعني السنتر غاز ورينج لايك. زين، وهذه تصير ايضا بالتيومر وتصير بالانفكشن بالابسس. زين، بس هي ايضا يعني مثلا تبدي كونسوليديشن وبعدين صارت كافيتي، او تبدي تيومر وصارت كافيتي، فهي كاتيجوري لوحدها اللي هي من ضمن النوديول والماس اللي هو الكافيتي. اوكي، طبعا يهمنا انه الكافيتي هل هي ثيك وول لو ثين وول، الانسايد الكونتنت مالتها شنو، يعني يفيدنا الديسكريبشن. وممكن قلنا تصير بالتيومر وممكن تصير بالانفكشن. عندنا هاي دات سيست مثلا من ترابشر تبقى بشكل كافيتي. اوكي زين،
هذا الثيرد باترن. الفورث باترن اللي هو الايرواي ريليتد، الايرواي ريليتد يعني هو مو كونسوليديشن ولا انترستيشيال ريتيكولار نودولر ولا نودولوماس، هذا عباره عن ديزيز اوف لارج اند سمول ايرواي اللي ينتهي بلانج هايبر انفليشن او لانج كولابس. يعني عندنا انفزيما، عندنا اسما، عندنا كرونيك اوبستراكتيف ايرواي او بلمونري ديزيز، زين، او عندنا اكس الكولابس اتلكتسيس، زين. هذا هو فد باترن. اذا تلاحظون هاي الاكس راي، هاي شنو اللانج؟ اللانج اول شيء فيري دارك، يعني اكثر من الطبيعي، هاي رقم واحد. رقم اثنين، اللانج اللانج لارج ان فوليوم، يعني حتى اكثر من الفوليوم الطبيعي. احنا فاتنا بالانتربريتيشن النورمال لانج مال البيشنت بالفول انسبيريشن، احنا نحسب الفوليوم مالته. شلون نحسب الفوليوم؟ على الريبس، على الريب كاونتينج. هذا قدامكم هسه فيلم، زين، وراح اشير لكم الريبس، زين. احنا نريد، راح اشير لكم اخر ريب اوف انترست اللي هو هذا، زين. بس هم اكو تأشيرات، هم اكو تأشيرات هسه راح اشير لكم اياها. انه نبدي، زين، شلون نحسب الريبس؟ اكو انتيرير واكو بوستيرير. الهدف منه انه نحسب يا رب اللي هو يحدد لنا اللانج فوليوم انترسكتنج الدايفرام. اوكي، لاحظوا هاي الصوره، عندنا ثلاث اسهم، السهمين الفوق، السهمين الفوق اللي على جهه الرايت هذا الفيرست ريب، بس شنو هذا؟ بوستيريرلي يكون عالي، بينما على جهه الليفت نفسه الفيرست ريب انتيريرلي. فاحنا من نجي نحسب، نريد نعرف اللانج فوليوم نورمال لو مو نورمال، نحسب الريبس سواء انتيريور او بوستيريور. المفروض بالنورمال بالفول انسبيريشن الريب اللي انترسكتنج الدايفرام، هذا اللي مأشره انا جوا، التأشيرة جوا على جهة الرايت، انتيريورلي يكون ما يتجاوز 5 تو 6 ريب انتيريورلي. نفس اذا حسبناه بوستيريورلي 9 10، اوكي، لان اكو فرق بيناتهم بالبوزيشن. الرب من يجي ما يجي يعني بشكل افقي، يجي اوبليك من فوق، من يعني بوستيريرلي يكون اعلى من انتيريرلي اوبليك، زين. فمن نحسب اللي نحسبه انتيريرلي راح يكون 5 6 اللي كاتنج الدايفرام، وين هاي التاشيره، واللي بوستيريرلي 9 10. هسه هاي اذا نحسبها هذا 9 10، اكثر من 10، فهذا معناته اللانج فوليوم انكريز، معناته هايبر انفليشن. طبعا هاي الهايبر انفليشن مو بس بالانسبيريشن، اذا تقول للمريض طلع النفس وتاخذ له صوره، اللانج تبقى لارج، فهو اوبستركتيف ايرواي ديزيز، اوبستركتيف. هاي بالبلمونري فانكشن تيست تذكرون عندنا التايدل فوليوم وعندنا الريزيرف فوليوم، هذه ما حيصير يعني بيج تشينج باللانج فوليوم، يعني الايرواي، الايرواي وكأنه functional obstruction، فما يصير exchange بالغاز، ما يصير exchange لأنه air trapping. هذه إذا بالأسمة، الفرق بين الانفزيمة والأسمة، الأسمة هي reversible ويعني hyper reactivity ويعني obstruction بس reversible respond to treatment، بينما الانفزيمة irreversible، يعني هذا الـ destruction والـ dilatation irreversible. فاللانج تكون too black، يعني كلش سودة، و large volume، هذه نسميها اللي هو انفزيما اللي هي airway related، زين. هذه الصورة اللي قدامكم هاي airway destruction، تكون dilated الـ bronchial tree diameter large وال wall thick، زين، وممكن يكون cylindrical وممكن يكون سيستك، والمحصله النهائيه هي ايرواي ديستركشن، يعني برونكيكتسيس اللي نشوفها، بال
chronic infection أو some congenital abnormalities. زين. أيضا عندنا الاتلكتسيس اللي هو اللنج كولابس، يعني من لحق السلايدات نعرضها، بس إن شاء الله تجيكم محاضرات عملي ثانية بالسمول جروب إن شاء الله. زين، هذا الفورث باترن. الفيفث باترن اللي هو الفاسكولار باترن، يعني البلمونري فاسكوليتشر، والسهوله بيه انه هي واحده من اثنين، لو انكريزد فاسكولاريتي نسميها بلمونري بليثورا. وليش تصير بلمونري انكريزد فاسكولاريتي؟ تعرفون احنا عندنا البلمونري سيركوليشن والسيستميك سيركوليشن. البلمونري سيركوليشن لو بريشر، يعني الماكسيمم يكون البريشر 15، يعني هو فينس سايد، يعني الرايت اتريوم الرايت فنتريكل البريشر بداخله ايش قد، يعني من 5 الى 10 15 ملم ميركوري اللي هو هذا النورمال. بينما الليفت سايد اوف ذا هارت اللي هو السيستميك سيركوليشن اللي هي الهاي بريشر، يعني احنا السيستوليك بريشر لما نقيسه ايش قد المفروض السيستول والدايستول من 80 الى 120، شوف الفرق. زين، هي المفروض هاي السيركوليشن سيبريتد فروم ايتش اذر، بس لما يزيد عندنا يصير عندنا كونكشن بين الرايت والليفت، اللي هو شفت يصير كونكشن بالاي اس دي بالفي اس دي او يعني اني وير كوميونيكيشن بين السيستميك والارتريال والفينوس سيركوليشن، راح يصير عندنا ليفت رايت شانت، يعني يعبر البلد اللي هو من جهه البريشر العالي من الليفت لجهه البريشر الواطي بالرايت، فينطينا هايبر فولينيا، فيصير عندنا بلمونري بليثورا، او لا بالعكس يصير عندنا ديكريز بالفاسكولاريتي، تقل هاي الصوره الصغيره اللي على جهه الرايت، البلمونري فاسكولاريتي تقل. ليش تقل؟ يا اما بلمونري امبوليزم ينسد الارتري ينسد، او بلمونري ستينوسيس، يعني هو البلمونري ارتري من اساسه اللي يطالع هو بي ستينوسيس، فايضا يصير اوليجيميا. زين، وممكن فوكال وممكن ديفيوز. زين، هذه بالنسبه للفيفث باترن لللانج ديزيز، حتى نعرف من تجينا ابنورماليتي نقول واحده من اثنين، واحده من هاي الباترنز الخمسه: كونسوليديشن، ديفيوز لانج ديزيز، نوديول ماس، airway related يعني اسما انفيزيما اتلكتسيس، او vascular increased vascularity يعني left to right shunt plethora، او oligemia نفكر بالبلمونري امبوليزم. عندكم سؤال عليهم؟ زين، عندنا هسه فد conditions لازم هم نعرفها اللي هو البلورال افيوجن. احنا بين اللنك وبين chest wall اكو نسميه potential space، يعني هو space موجود بس مو حقيقي، بي fluid و facilitate motion، بس لما ال fluid يصير excessive اكثر من ال normal راح يصير عندنا opacification، ويبدي هذا اللي مأشر عندكم بالرايت هو pleural fluid pleural effusion between two pleural space بين اللنج وبين chest wall. شلون نشوفه؟ لاحظوا النورمال اللي هي قلنا costophrenic angle راح تختفي ويصير بمكانها homogeneous white. زين، ليش ما قلنا عليه consolidation؟ ممكن يشبه اللنج، لا هذا crescent، كفد شيء مثل الحافة crescent مثل الهلال، هذا fluid free fluid typical هذا. زين، للبلورال فيوجن طبعا يبدي بسمول فوليوم وأون بروجريشن يجوز يملي كل التشست، بعدين يجوز يملي كل التشست حسب الكونديشن اوف ذا. زين، وايت هوموجينوس انيشيالي اوبسكيورد كوستوفرنيك انجل، بعدين منسكس او هي نفسها المنسكس او الكريسنت نفس الشيء. زين، الدايفرام اكيد يختفي ونو اير برونكوغرام، قلنا هوموجينوس. عكس النيموثوراكس، يعني بمكان ما فلويد بالبلورال كافيتي راح يصير فلويد بالاير بالبلورال كافيتي،
يعني خارج اللنج عندنا انواع زين، بس يريد يحتاج تقرون عنها انه اكو كلوز تايب واكو اوبن تايب، بس اهم واحد بيهم اللي هو emergency condition اللي هو tension pneumothorax. ال pleural cavity pressure، ال pleural cavity pressure هو negative pressure زين، negative يعني مو zero ولا positive، negative pressure. هذا يساعد بال يعني مثل suction force for venous blood، لأنه قلنا ال venous blood low pressure زين. هذا من يصير عندنا دامج بالتشيست وول راح ينفتح، فيدخل له بوزيتيف بريشر، يدخل له بوزيتيف بريشر منين؟ من الاتموسفير، فيبدي البريشر يزيد. هذا الصوره اللي قدامكم مال نيموثوراكس، نيموثوراكس عادي ما عندنا بيه مشكله، وتشيست تيوب والامور زينه، البيشنت يجيكم ستيبل، بس شويه ديستنيك يجوز اس بي او 2 مالته يبدي يقل، بين زين. الكونديشن مو الخطوره مالتها. طبعا شلون نعرف النيموثوراكس؟ باعوا زين على الرايت سايد والليفت سايد. الصوره الرايت اول شيء فيري بلاك وما بيها فاسكولار ماركتنج، بينما جهه الليفت ايضا بلاك بس انترميديت وبيها فاسكولار ماركتنج. فاهم نقطه هي ابسنس اوف فاسكولار ماركتنج. اوكي زين، الصورة الثانية اللي هو هذه الامرجنسي كونديشن، لما يصير البريشر اوف اير يزيد زين ويقوم شو يسوي؟ يعني بوشنج الميديستاينم، بوشنج الهارت تو ذا كونترا لاترال سايد ويضغط على الاذر لانج، فهذا البيشنت يجي يعني ان سيفير ديستريس، يعني ديسنيك واحتمال فاسكولار هم، يعني البلد بريشر هم يبدي يقل زين. هذا emergency condition يحتاج له immediate deflation، مو chest tube. هذا اول ما تبدي بيه نيدل مع السرنجة رأسا تسوي له puncture to release the pressure، والpatient when become stable بعدين نسوي له chest tube. فمن يجيكم patient agitated severe dyspnea cyanosed unconscious وتشوفون chest مالته absent breath sound، الاكسراي تجيكم مال tension pneumothorax، هذا لا تتأخرون وياه، رأسا نيدل بانكتشر وهي ما راح تكتله، يجوز أنت راح تحميه يعني راح you save his life، وبعدين راح شو اسمه تسوي له other measures لأن هاي emergency condition. دكتور بلازر ما هو أبو النيوموثوراكس دائما unilateral لو يجي bilateral؟ لا 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 لا، ممكن يوني ممكن bilateral، لا لا مو دائما unilateral، بس عادة إذا جاك bilateral المريض يموت، لان معناته ما عنده لنج ريسبيراتوري ايفورت. تعرف من يصير نيموثوراكس اللنج كولابس بعد ما تشتغل، فعاده يجونا جهه واحده وعاده هي جهه واحده، بس بالتروما بالسيفير تروما ممكن لاسريشن اوف لنج بالجهتين، لو تلحق عليه لو ما تلحق عليه، عاده ما يتلحق عليه يعني لانه يحتاج لاميديت ريسستيشن. احنا هذه جهه واحده، وشوف ايش قد نحكي ايش قد نشرح، نقول لكم امرجنسي immediate measures، فإذا bilateral يعني شوية more aggressive deterioration the condition of patient زين. الصورة الأخيرة اللي هو heart failure، مثل ما تلاحظون عادة تجيكم الصورة bad quality لأنه patient ما يقدر يوقف، هذا بال ICU أو بال RCU، فهذه الصورة AP تلاحظون هذا pacemaker، هاي electrodes، الheart diameter larger than normal، الكوست اللنج مو كلش كلير، والكوست اوف رينك انجل اوف سكيور يعني بلورال فيوجن كارديوميجالي كونسوليديشن، كلها هذه المجرز اللي هي تعطينا فيتشرز مال هارت فيلر زين. اعتقد هذا اخر سلايد، يحتاج يعني التفاصيل هاي اللي مكتوبه عندكم ديفينيشن كوزز مال هارت فيلر، احنا حكينا قسم من عندها الراديولوجي، قلنا كارديوميجالي، قلنا يبدي شو اسمه بلمونري إدما زين زين، ونحتاج يعني هاي باقي التفاصيل يمكم زين. عندنا سلايد هذا مال الميديستاينوم، طبعا الاكس راي النورمال لاحظتوا انه الميديستاينوم يعني تقريبا الانر الميدل ثيرد
مو لارج، هذه وايد ميديستاينم، فهذه من تشوفوها ايضا كارديو ميدالي وايد ميديستاينم فاكو كوز. وهاي الصوره اللي قلت لكم عليها اللي هي من يصير عندنا كيس اوف اكيوت ابدومن فنشك بفيسكس بيرفوريشن، لاحظوا الاندر دايفرام الرايت احنا ما عندنا جاز اندر دايفرام، وخصوصا صاير كريسنت واير فلويد ليفل، والليفت هاي مو الجاستريك بابل، الجاستريك بابل ابعد عن الدايفرام وشكلها يختلف، فهذا نيمو بريتونيوم، هاي امرجنسي كونديشن ايضا معناته اكيوت ابدومن. تكون ايضا تعرفون شنو الكوزز، الفيتشرز حكيناها راديولوجيكال فيتشر والتريتمنت شنو، قلنا امرجنسي كونديشن اكوردنج تو ايتش كيس. هسه انا احتاج ارشد حامد واحمد حيدر موجودين ويانا لو بس داخلين بالاسم. ارشد تسمعني؟ ارشد حامد احمد حيدر اوكي يلا احد عنده سؤال؟ دكتور ولا زحمه، اللونج سايز من حسبتها ما كان يطلع لنا مؤشر، فما كنا نعرف انت عليها اضلاع تحكي، يعني السهم ما كان طالع، وحتى سألت انه طلابهم عندهم ما طالع مو بالسهم ولا زحمه عندنا. اي اوكي نرجع نريد لنا صوره واضحه اللي هي هذه. زين هسه شو اريد منكم؟ انتبهوا لي للريب كيج. زين لاحظوا الريبس تجي بشكل كيرف، شوفوا سوبريرلي المؤشر زين هذا راح احط لكم تاشيره اللي هو المشكله، هاي تاشيره زرقاء نحاول نكبرها. زين هسه ايش اريد منكم؟ لان الاسهم واضحات، الاسهم بتشوفوها واضحه، هذا السهم الازرق. اي هو سهم واحد دكتور واضح. جيد، هو بالفعل هنا سهمين، سهم فوقه شويه ما واضح ازرق فوق، فلذلك انا استخدمت السهم الجديد. لاحظوا سالم اشير لكم الثيرد الفورث ريب، شوفوا شلون راح احسب ثيرد سكند ثيرد فورث. هذا الريب اللي هو الفورث ريب انتيريرلي يكون الليفل مالته انصى من بوستيريرلي، اوكي يعني لانه هو اوبليك. فش نحتاج؟ نحتاج ان شو نسوي؟ شوفنا صورة اكس راي اللي هي هاي واضحة، هاي الصورة واضحة، هم راح احط لكم عليها اسهم. دكتور يمكن مؤشر الماوس يكون اوضح؟ ما يطلع عندكم مشكلة، ما يطلع عندكم. لا لا دكتور بس يعني لا تفتح العرض انت. هسه 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 دقيقة يعني اوكي زين. هذا السهم الأزرق الكبير إذا تشوفوه بلي أي دكتور على جنس الرايت. أي زين هذا طريقة الحساب، هسه هو قريب من رب الأقرب رب اللي intersecting الدايفرام اللي قاطع الدايفرام، هذا هو اللي يهمنا اللي نعرف اللانج good inspiration، هذا الرب يكون الحسبة سواء الانتيريور اللي جاي كيرد او البوستيريور اللي جاي يعني تقريبا هوريزونتال. شلون نحسب؟ ستارتنج فروم ابوف فيرست سكند ثيرد فورث فيفث سيكس سيفنث، هذا السيفنث ريب اللي انا مأشره اذا ترجعون تحسبوه، هذا السيفنث ريب فمعناته اللنج هذه هايبر انفليتد الفوليوم مالته اكبر. هذا الريب هو اللي يحكم لنا انه اللنج نورمال فوليوم او سمول فوليوم او انكريز فوليوم، يعني الرب اللي يقطع الدايفرام نير اتس ميدل هو هذا القياس
اللي احنا نمشي عليه. دكتور هذا يعني النورمال انتيريورلي. لازم متواصلة؟ النورمال لانك لازم يا رب اللي يوصل للدايفرام 5 سادس 6 يمكن؟ واضح. انتيريورلي، 5 6 انتيريورلي. اذا اقل من عنده نعتبرها سمول لانج فوليوم، يعني اذا فورث ريب، واذا اكثر من عنده يعني 7 واكثر مثل هاي الحاله، هذا نعتبره هايبر انفليشن، انكريز لانج فوليوم. دكتور بهاي الصورة بنقدر نحسب من البوستيرير مو صحيح؟ إلا ناخذ إنه اي اي بوستيرير نقدر انتيرير. نقدر. لا 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 لا، هن اثنيناتهم واضحات قدامك، بس احنا يا اللي ناخذه الانتيرير يمكن يصير. دقيقة واحدة. أنا هسه عندي أكو زين صورة محاضرة ثانية، باوربوينت ثانية هسه راح اعرض لكم اياها، بيها الريب كاونتنج ان شاء الله. شغلة الريب كاونتنج تحل المشكلة من اساسها. يس، عافية. شوف انتبهوا لي لهاي الصورة، واضحة عندكم هاي الصورة؟ لاحظوا على جهة الليفت نفس الاضلاع اللي دا احسبهن انتيريورلي، على الجهه الثانيه دا نحسبهن بوستيريورلي. هاي الترقيمات واضحه. من نحسب ريب، اذا نحسب الانتيريور اند مالته مثل ما على الجهه اليسرى، هذا شوف رقم واحد، رقم اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سته سبعه، على جهة الليفت اللي هي أعلى واحد رقم ثمانية. وياي يعني دا تحسبون وياي دا تشوفون القصد اللي دا أقصده. دكتور أي دكتور؟ يعني إذا من الجانب كلش هذني البوستيرير، وإذا من الوسط هذني الانتيرير. عافية. لاحظوا جهة اليمين ها، شوفوا باعوني، شوفوا بس رقم واحد على جهة الرايت وعلى جهة الليفت. لاحظوا رقم واحد على جهة الرايت وعلى، هو نفس الرب ترى، هذا فيرست رب وهذا فيرست رب، بس الفرق وين؟ هذا دا احسبه من بدايته من يم الفيرتبرا، فصار شنو؟ بوستيرير. وهذا دا احسبه من بدايته من نهايته انتيرير. فرقم واحد بالجهتين هو نفس الرب، رقم اثنين بالجهتين هو نفس الرب، بس الفرق وين؟ واحد دا احسبه بوستيرير وواحد دا احسبه انتيرير. ليش؟ لانه قلت لكم الريب دا يجينا كيرفد، يعني البوستيرير اعلى والانتيرير يكون انصى، يعني هو هذا الاناتوميكال. انا راويتكم عندنا صوره مع الريب كيج، مو شفناها بذيك المحاضره، وممكن ايضا نشوفها بهاي المحاضره. هي نفسها زين، الصورة كلش واضحة. الريبس اللي انتيرير رقم واحد هو نفس الانتيرير على الليفت، بس شوف الفرق، واحد بوستيرير عالي وواحد انتيرير انصى. شوفوا جهة الليفت وصلنا لستة سبعة، يعني الثمانية بعيد، ستة سبعة اللي قاطع الدايفرام قرب المنتصف. راح أهم أحط لكم سهم، راح احط لكم سهم على القياس. هاي الجهة وهاي الجهة الثانية. زين، بس ايش اريد منكم؟
انتبهوا للرقم، يعني جهة الرايت التنث ريب اللي هو حاسبه اللي جاي قاطع الدايفرام، اقرب شيء للدايفرام هذا بوستيريرلي، بينما انتيريرلي من اليارب اللي جاي قاطع الدايفرام نير اتس ميدل اللي هو السهم اشرنا، هذا رقم 7. فلذلك احنا نقول النورمال ريب انترسكتنج الدايفرام اذا نحسب انتيريرلي فهو 5-6، واذا نحسب بوستيريرلي فهو 9-10، هاي النورمال. اذا عبر النورمال يعني 7 وفوق هذا اب نورمال انفيزيما، اذا 11 وفوق هذا ايضا هايبر انفليشن انفيزيما. اوكي واضح ان شاء الله؟ واضح دكتور، الصورة جدا الصورة قدامكم ونحفظت ان شاء الله عندكم. الريبز يا كل الافلام رجعوا شوفوها، شوف الريب شلون الاورينتيشن مالته اوبليك، فيفرق انتيرير عن بوستيرير. وهم اذا عندكم سؤال هم ان شاء الله احنا نبقى متواصلين، يعني هم فد سيشن نحدده والامور اللي ما واضحه عندكم نرجع نوضحها. احنا عندنا سيشن ان شاء الله خلال فتره قصيره يعني بالسمول جروب، فشكو عندكم اسئله هم حضروها. اوكي احد عنده سؤال بعد؟ عندكم اسئله؟